ونحن اليوم مستمرون بإذن الله طالما استمر العدو في حماقته وعدم التراجع عن جهيته ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة. نحن في الشباب التائر أحفاد الناصر نقوم منذ صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق البالونات الحارقة نحو غلاف غزة كرد أولي على المسيرات التي ينوي القيام بها قطعان المستوطنين في باحات المسجد الأقصى وباب العمود.